Now we are live. خلينا نشوف الأعداد الحضور. السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ نشوف الحضور كيف، وين صفحة الفعالية؟ هيا live today الساعة 9، كمان دقيقتين. اوكي، كليك تو جوين. تمام، احنا لايف، نشوف الوضع كيف. عدد الحضور. الله اكبر الله اكبر، 8 حضور، 9 حضور. هلا بدوا الناس يجوا. ممتاز. انا ما بشوف الحضور صح، ولا انا ادخل على صفحتك كمان؟ لا، ببين هي عندنا على الشاشه. شايف الشاشه عندنا فوق على الشمال، ببين 24 واحد. لا انا بس طالع عندي لايف دقيقه و15 ثانيه الان، مش ببين العين. افا ما في. هذا بالاكس، لا هذا من التويتر، في 29 شخص. من لينكد ان كم شخص موجود؟ انا في لينكد ان 21 22 هلا في لينكد ان. بالضبط. اوكي. هي الان طلعت على صفحتك فوق الان، بس انا صورتي ثابته يمكن. لا بين. تمام، عندنا هنا بلينكد ان. تمام، اهلا وسهلا. اهلا اخ اسامه 27. انا اعتقد هلا 9. تمام، خلي بس اخلص الاذان ونبدا ان شاء الله. ان شاء الله. كيف اوكي، 45 على تويتر و2 على يوتيوب، 37 على لينكد ان. اهلا بالجميع، اهلا وسهلا. اوكي، انا اي ثينك ناو اتس جود تو ستارت. تمام، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا دكتور عمران، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ الله يسلمك. حابين تعرفنا عن نفسك ومجال تخصصك. طيب، أول شيء دكتور عمران سالم، أنا معي شهادة دكتوراه في سايبر سيكوريتي من بريطانيا مع الـ AI، أكاديمي الآن، بدرس في جامعة الزيتونة، وبرضه بشتغل استشارات في أمن المعلومات وبناء منظومة أمن المعلومات للشركات، استشارات بعدة شغلات، بالإضافة لاستشارات الجرائم الإلكترونية أيضاً، وكل شيء متعلق بهذا الموضوع. يعني عندي خبرة تقريباً 30 سنة في الموضوع الحمد لله. ما شاء الله. أي نعم. ما شاء الله. السبب إن إحنا سوينا الفعالية هذه لأنه حكينا مع بعض أنا وياك، وحكيت لي إنه في موضوع بخص المجال اللي أنا بكتب فيه وبحكي فيه، اللي هو التوظيف الوهمي. وأنا ما كنت بعرف إنه هالموضوع كبير لهالدرجة، وأنت كان في عندك كتير من القصص، فحابين نبدأ فيه شوية أو شو نشرح إيش هو، بعدين نحكي عن بعض القصص، بعدين نحكي بالآخر كيف ممكن الناس يتجنبوا الوقوع في هذه يعني الحيل والنصب. فأول إشي احكي لنا عن المشكلة بالضبط، اشرح لنا إيش هي بالضبط. شوف، هلأ إحنا الآن في العالم عايشين في دولة واحدة تقريبا، زي يعني زي سبيس جغرافي واحد اللي هو في العالم كله، فبالتالي عملية التقديم على الوظائف أو الخدمات الإلكترونية بشكل عام أصبح أكثر سهولة. تقدر تقدم على طلب الآن في أي مكان في العالم، بدك تسافر ممكن تسافر مع شركة تركية على سبيل المثال، وانت بالأردن تقدم على وظيفة من أي مكان. شركات توظيف الآن تعرف الآن في بالهند، في أكثر من دولة، في شركات عالمية صارت ومقرها في دول أخرى.
صارت حتى العمل عن بعد يعني اللي هو جيج ايكونومي هذا الان عم ينتشر اللي هو الاوتسورسينج والناس تشتغل عن بعد عم ينتشر بشكل كبير جدا جدا. فلذلك كل ما صار عندنا توسعت التكنولوجي بتتوسع عمليات الهاكينج والسكامينج والناس الهاكرز والناس السكامرز اللي هم احنا مسميهم الناس اللي بيحاولوا يعملوا عمليات نصب واحتيال وخداع للاخرين. واضح السبب الرئيسي اللي زاد من هذا الموضوع انه تخفف الانترنت سهل. يعني ما بيقدر واحد يدعي انه انا والله موجود في المكان الفلاني ويضحك على الناس. بخير في قوانين جرائم الكترونيه صارت موجوده وممكن يلاحق ممكن ينعرف. لكن لما انت تشتغل مع واحد في دوله اخرى تتخفى وراء البي بي ان وراء صفحات ما إلها يعني ايدنتيتي ثابته او واضحه بسهوله ممكن تخدع الناس وتشتغل على طريقه جديده برضو اتبعوها الهاكرز. انه المشكله اللي صارت الان انه العمليه صارت بطيئه. يعني ما في واحد بيتعرف عليك الان وثاني يوم بيحكي لك اعطيني اوراقك وانا جبت لك فيزا وانا لا بيمشي معك في بروسيس. تمام. وهذه اللي خلقت المشكله. طبعا المشكله الاقتصاديه الموجوده في العالم انه اكثر الناس بدهم يهاجروا الان او يطلعوا يلاقوا شغل برا او انه يجيب له دعم شغل اضافي فبده يشتغل بار تايم مثلا. فبالتالي صارت فرصه كبيره للهاكرز الان انه يلاقوا فرائس كثير او ضحايا كثير انهم يقعون في هذا الفخ. واضح. حاجه الناس طبعا هي جزء كبير من هذه المشكله. فهذه المشكله هي باختصار. حلو. طيب يعني مثلا هيك اليوم واحد بيحكي لي انا يا اخي ببعت السيره الذاتيه بس ما بيحكوا معي. ببعت السيرة الذاتية ما بيحكوا معي. قلت له مين بتبعتها؟ بحكي لي في شركة تواصلوا معي بيحكوا له إحنا في عنا علاقات مع أكثر من بنك وتبعت لنا السيرة الذاتية على أساس نلاقي لك وظيفة. قلت له هدول الناس بدهم سيرتك الذاتية فقط للحصول على بياناتك. يعني في نسبة كبيرة إنه هدول ما لهم دخل بالجهة الوظيفية. طب احكي لنا عن بعض القصص اللي صارت, القصص النصب اللي صارت وأنت سمعت عنها أو حاولت تساعد فيها. تمام. انا يعني انا بساعد الناس في هذا الموضوع يمكن من 10 سنوات واذا مش اكثر حقيقه. واضح. من لما بلشت قصه مع احد الاصدقاء انه كان بده يجي على بريطانيا. انا كنت في بريطانيا ايامها كانت اول قصه بواجهها في هذا الموضوع ومشيت معه وباركت له واستشارني بكثير شغلات انه بده يسكن في المكان الفلاني وكذا. السبارك اللي صار عندي انا او نحكي اللي هو الشيء اللي لفت نظري لما سالته عن الراتب. قلت له كيف اعطوك راتب؟ هذا في النهاية طبعاً هو الموضوع مش موضوع تحقق, كان هو موضوع مباركة وبيستشيرني لأن أنا هناك فبدي يجي هناك بيسألني عن المنطقة اللي بدي يروح عليها والأسعار والأمور هاي لأنه الزلمة الآن خلاص بيقدم استقالته وفي المراحل النهائية من المقابلات. واو. الرجل عمل 3-4 مقابلات والأرقام اللي حكت معه بريطانية +4-4 بحكي له الراتب حيكون 4000 باوند. حكيت له أنت حتأخذ أكثر من الدكتور اللي بيدرسني بالجامعة. وين هاي الجهة أنا بدي أقدم عليها؟ حكيت له احنا الرواتب في بريطانيا مش هيك, للبوزيشن تبعك مش هيك. حكى لي هي العقد موجود معي والجماعه جادين وانا صار لي اكثر من شهر ونص مقابلات وتصديق اوراق وبرجعوا لي ورقه بيحكوا لي مش كامله جيب لنا ورقه ثانيه شهاده خبره. بحكي لي القضيه مش بالسهوله اللي بتحكي فيها. انا طالع على مكان عن جد محترم انا وثلاث من اصحابي. حكيت له ابعث لي طيب العقد, ابعث لي اشوف الايميلات اللي اجتك. والله تعاون معي وبعث لي كثير الشغلات. لما بحثت في الاي بي ادرس اكتشفت انه من نيجيريا اللي كان يخاطبه. تخيل. هلا كيف برقم بريطانيا؟ بتعرف على سكايب بتقدر تطلع اي رقم من امريكا او بريطانيا وتتعامل فيه بسهوله جدا. شايف كيف العقود موجوده على الانترنت. بحكي لي بعثوا لي ورقه الفيزا لبريطانيا عشان اعبي الطلب. قلت له هذا موجود اونلاين اصلا, يعني هذا مش اختراع. انت بتدخل على الهوم اوفيس في بريطانيا بسموه تقدر تنزل الفورم من هناك. طب بكده عبيته فورم كبير. قلت له بعرف بس هذا اونلاين موجود, يعني هو مش اختراع انه هو جاب لك اياه. واضح. طب ايش دكتور شو بيستفيدوا هذول النصابين؟ بعده شغلات. اول شيء الرسوم اللي طلبوها منه رسوم اتعابهم مقابل كل هذا الجهد شهر ونص فقط 40 دينار تقريبا. ولا شيء, مبلغ بسيط. حكى لي مبلغ بسيط. قال لي انا بدفعه بصراحه على الجهد اللي عملوه. قلت له ما تدفعني بالضبط. يعني دكتور إذا أنا مثلاً باحث عن وظيفة وبدي أي قشة بس أنها تنقذني, 40 دولار ولا 100 دولار بالنسبة لي استثمار يعني لا يذكر. فأنا هلا نزلت, هلا نزلت. هاي زمان كانت غالية, هلا الآن صاروا يأخذوا بس بـ20 دولار و30 دولار. أحكي لك هاي رسوم مكتبي لأن أنا بدي أساعد الناس وأنا بشتغل. طبعاً لما يكون عنده 1000 ضحية بـ20 دولار هاي 20,000. هذول الألف ترى بسهولة بلاقيهم. ف طبعا انا دخلت على الكوميونيتيز اللي موجوده اللي هي تبعت السكامرز اكتشفت انه واصل هذا الايميل لعشرات الالاف من الناس.
تخيل لو 10% بس منهم استجابوا ومشوا في البروسيس، 10% بس، 90% آمنوا أنه هذا فيك. فأنت بتتكلم عن لو 1000 واحد دفعوا 20 أو 30 دولار، أيامها كان 40 دينار أنا بتذكر. طبعا الشاب ما دفع وسمع كلامي، قال لي أنا خلاص يعني أنا اقنعتني، لأنه أنا فرجته أدلة كثير. أنا ميتها يمكن جلست 4-5 ساعات وأنا أبحث، لأنه كان زي ما تقول too good to be fake، يعني إنه مستحيل إنه هذا فيك. لكن بالأخير اقتنعت إنه 100% فيك لما شفت الكوميونيتيز. أصحابه دفعوا، الاثنين دفعوا 40 دينار، 40 دينار. طبعا الثلاثة ظلوا بعمان، ما حد سافر بالأخير. شايف كيف؟ أي نعم. لكن حقيقة البروسيس اللي مشوا فيها، هذا الكلام سنة 2012 تماما أو 2000 بهالحدود تقريبا 12 سنة. بعديها صرت أنا يعني أساعد الناس وأحكي للناس وأنبههم في المحاضرات، وناس تستشيرني، وأكثر من حالة تيجي ناس، والله في ناس بكت يعني من الصدمة اللي صارت. واحد كان أحد طلابي في الجامعة يعني هون بالأردن، استقال من عمله وجاي يودعني فقط أنا والدكاترة اللي في الجامعة. هو مو جاي يتحقق ولا شيء، هو بس جاي يتكلم معي، شكرا دكتور وأنا ما قصرت، العقد عندي ترى في البيت من كثر جيك يا خالد، احتفظت فيه. فالمهم وين رايح؟ بحكي لي أنا على الإمارات طالع. أوه قلت أنا عايش في الإمارات 10 سنوات وبعرفها كويس. وين؟ بأي شركة؟ قال لي الشركة الفلانية. قلت له والله هاي رواتبها كويسة. عاد أنا بعرف مستوى الطالب مش كثير يعني. بحكي يعني غريب أعطوه هذا العرض. والراتب كان 15,000 أو 14,000 درهم. فأنا يعني لما حكى لي إنه بدهم مبرمج محترف أو يعني عنده خبرة كويسة، أنا عارف المستوى الطالب. حكيت له والله العقد معك. قال لي آه معي هيته وموقع كل إشي من السفارة الإماراتية وبعت له صيره عنه. لازم أوقع أنا وأرجعه. طبعت العقد بروفيشنال، كثير بروفيشنال، واضح. دورت من هون من هون من هون إني ألاقي إشي فيك، ما في. حكيت له بالله بس استناني أبعد رسالة للشركة نفسها هذه تستحملني، لأنه الرقم اللي كان حاطه بالراتب مستحيل إنه يعطوه واحد فريش جرادويت. طبعا الوظيفة موجودة خالد، الوظيفة موجودة أونلاين، كانت موجودة أونلاين، موجودة بالضبط. فهم الهاكرز أو السكامرز بيدخلوا بدور وظائف موجودة حقيقية. الشركة اللي الامبلوير نحكي، مش الامبلويمنت، الامبلوير اللي هو اللي حيوظف موجودة كمان، اوكي. لكن كان مشكلة بالوسيط. لما بعت ايميل لهم قلت لهم انا فلان الفلاني وهذا رقم توظيفي وهذا العقد تبعي، بس بتأكد انه متى الفيزا ممكن تطلع. والله خلال ساعتين ردوا علينا، حكوا لي انه انت كنت ضحية ونأسف انك انت كنت ضحية جديدة لعشرات الضحايا اللي راسلونا. احنا البوزيشن هذا عيننا عليه ناس ونعتذر انه ما شلناه من الموقع تبعنا. طبعا الشاب صدم، كان مستقيل من شغله، واضح. حكيت له اسمح خلي العقد معي، بدي افرجيه للناس، لان انا حمل حملات توعيه وطلعت ميت على اكثر من اذاعه وعلى قنوات وفرجيت الناس هذا العقد وشافوه الناس، وصرت انبه الناس. العمليه عم تتكرر كل فتره، عم بيجيني كيس. انا صرت اعمل جوب اوفرز فيريفيكيشن سيرفيس عندي للحالات المعقده، للناس اللي خايفين يفقدوا وظائفهم، بقعد ساعتين ثلاث وانا اتحقق. لانه بكون انا كيف خالد عندي الان اللي بعالج الموضوع، احنا اي ايميل بيصير او اي بروسيس بتصير للتوظيف بكون فيها تو بارت. في بارت اللي هي الفيزيبل، الشيء اللي انت شايفه هو العقد مثلا، الايميلات اللي بتجيك، البروسيس كيف، المقابلات، الانترفيوز، هذا كله بيكون حقيقي. الانفيزيبل اللي انت مو شايفه اللي هو الاي بي ادرس اللي انت جاي لك الايميل منه مثلا، الويب سايت اللي تاع شركه التوظيف، المواقع التواصل الاجتماعي تبعتهم هل هي حقيقيه ولا لا. الناس اللي عم تعلق، انت بتعرف ان هذول الناس عشان يقنعك تدخل على صفحتهم بتلاقي ناس معلقين شكرا ان انا توظفت، انا اخذت شغل، انا العقد اللي اخذته رائع جدا وحولت لكم المبلغ اللي بدكم اياه. تدخل بتلاقي في ناس معلقين تحت كلهم فيك، تدخل على صفحاتهم فاضيه ما فيها شيء. فهو بيعمل بروباغندا كيف التمثيل، الممثلين هذول الناس اللي بيكونوا حوالين الممثلين نفس الشيء بيكونوا. سؤال، طيب هاي حالات النصب والاحتيال ليش، ايش الغرض منها؟ بس غرض مادي؟ لا لا لا، في اكثر من شغله. اول شيء في داتا جادرنج زي ما تفضلت قبل شوي، انه بيجمع داتا البيانات، السي في بتكون فيها داتا دقيقه، فيها تليفونك الصح وفيها ايميلك الصح وفيها عناوينك الصح وفيها الهيستوري تبعك كله، وهذا ممكن يعمل عليك فرودنج على ناس اخرين بيعرفوك مثلا، تمام. النقطه الثانيه، اذا حصل على صوره جوازك، لان في الاغلب يمكن يطلبها منك عشان يعمل لك فيزا، احتمال انه يخترق حساباتك من خلالها، لانه هو بيدخل على صفحتك بيحكي لك مش انا، بيحكي لك طب هي صوره جوازي موجوده بترفعها، ممكن يحصل يعمل ايدنتي ثبت احنا بنسميها، وممكن ياخذ صفحتك بناء على الهويه تبعتك، ممكن ياخذ سيم كارد، يطلع سيم كارد في البلد انت فيها باسمك على صوره الجوال. ولا لا، كنت حكيت لك قصه قبل شوي دكتور، انه انا في جامعه ببلد خليجي تواصلت معي انه الرجاء بعث صور شهاداتك وصور الجواز
والفيزا تبعتك على اساس هيك طلبوها. بس وبتبعت لهم ليش بدكم اياها المعلومات؟ بيقول عشان اذا صار في عندنا فرصه نحكي معك. قلت لهم لا، لما صار عندكم فرصه بعثوا لي العقد، بعدين ببعث لكم البيانات. فحتى يعني اي واحد ممكن يكون فريسه، يعني هو مش موضوع انه انا عندي وعي رقمي ولا ما عنديش، لا لا لا، اي شخص فينا ممكن يكون ضحيه لهي المواضيع. اكيد 100%. طبعا جمع الفلوس طبعا احد الاهداف الرئيسيه. الجوب سكامز بتطلع ملايين عليهم. اول شيء لانه بيعمل تارجتنج لعدد كبير جدا، يعني مثلا ممكن لمليون شخص يبعته، واضح. واخر حاله انا كانت عندي خالد، اخر حاله الشركه كلها الامبلويمنت، الامبلوير نفسه كل الويب سايت تبعه كرييتد كان بس عبر 10 ايام، وفي عليه وظائف، وهي الكلاينتس تبعونا وهي مشاريعنا واحنا، وحطينا ارقام تليفونات وايميلات والدومين كله شغال. لما شيكت على الدومين ايج عمر الدومين، طلع عمره 10 ايام بس، تخيل. هاي معلومات مستحيل الجمهور العام ما بيعرفوها يعرفها. فانا رحت هاي الاخت اللي قدمت لي، اللي اتصلت فيها طبعا مش من الاردن، من بلد عربي ثاني، تواصلت معي عن طريق المسجات، حكت لي انا بدي اتاكد هيك لو سمحت، لانه انا حستقيل، انا بشتغل في ان جي او، انا مديره الان جي او هذه في بلدي. واو. حستقيل لانه جايني اوفر من الامارات هيك، بس حكوا لي انه احتمال يكون سكام، بس اي دونت بيليف، يعني لانه العقد معي. هيو لما دخلت انا شيكت على الاي بي ادرس، الاي بي ادرس جاي من الهند، ومره من فرنسا، ومره من كولومبيا، ولا مش عارف وين. اي بي ادرس اللي في بي ان، في بي ان، في بي ان. فحكيت له ولا واحد جاي من الامارات. ماشي، كان العرض الامارات. ماشي، ثاني شيء الويب سايت عمره كان فقط 10 ايام. اي نعم، الكوميونيكيشن كانت واحد من الايميلات كان جاي من جيميل وليس من الدومين تبعهم، هذا كان شككني في الامور. طبعا انا كان في، انا في عندي كريتيريا اكثر من 15 سؤال بسال عشان اتحقق. طبعا شفت العقد، شفت كل شيء، بالاخير يا حرام صدمت يعني، وشكرتني طبعا، بعثت لي رساله شكر كبيره يعني، ممكن افرجك اياها، لانه كانت حتروح ضحيه يا حرام تستقيل. اوكي دكتور، هلا بدي اياك تحكي لي قصه الثلاثه اللي راحوا على بلد وبالفندق، احكيها، وبعدين بعديها لو سمحت تحكي لنا المعايير اللي انت بتشيك عليها انت كشخص تقني. اعطينا وعينا على هاي المعايير، ايش الشخص كل واحد فينا لازم يشيك عليها قبل ما يروح ويكمل. تمام، هلا احنا بنحكي عن الطرق. هاي الطريقه اللي تفضلت فيها خالد، انت ذكرت فيها. نعم نعم، هاي الطريقه انه بيخليك اللي احنا حكينا عنها تو، يعني تو جود تو بي فيك، يعني بحكي لك طلع لي فيزا. تخيل انه بعض شركات التوظيف الوهميه يطلع لك فيزا سياحيه، يحكي لك انا طلعت لك فيزا، وهي الفيزا بجيب لك عقد وهمي، بجيب لك فيزا حقيقيه مش وهميه. ماشي، بحكي لك انا الان وحاجز لك فندق ون نايت، هي موجود في الدوله الفلانيه، ثاني يوم الصبح حييجوا مندوبين الوزاره اللي انت متعاقد معهم، حييجوا ياخذوكم على مكان السكن الدائم، وهي عقودكم كلها عقود وهميه، الفيزا حقيقيه، الفندق حقيقي. هذاك بشيكو بحكي لك انا ما بقدر اعطيك عنوان الناس لانه انا بداخذ حقي بالاول. شوف المنطق، بحكي لك انا ما بقدر اعطيك الامبلويمنت او الامبلوير عفوا اللي بده يعينك، لانه انت تروح ما تعطيني فلوسي، بس انا بوعدك اطلع لك الفيزا. طلعوا لهم فيز، حجزوا لهم فندق ون نايت، وحكوا خلاص اعطونا الان 500 دينار وسافروا بكره على حسابكم، وثاني يوم حييجوا الناس على وكل الكونتاكت موجوده، وهي في لنا شورت ليست واسماءكم موجوده بكشف، احنا بروفيشنال بنشتغل. سافروا ووصلوا هناك، ثاني يوم الفندق بيحكي لهم تشيك اوت، بيحكي لهم احنا بنستنى ناس ياخذونا. مين هم؟ هيك هيك المفروض يجوا ناس ياخذونا، ما عندهم اي داتا عن الموضوع. مسكين ثاني يوم رجعوا، كانوا مستقلين من اعمالهم ورجعوا، واضح. فاحيانا طبعا هذا بنطبق مش على الوظائف الوهميه، على الهجره، على معاملات اللي هي الجامعات والقبولات الجامعيه، اي شيء فيه سيرفيس اونلاين بتلاقي فيه هاكرز وسكامرز بسهوله جدا، ممكن يقعوا في الناس وممكن يوصلوك لمرحله فعلا بدها خبراء في الموضوع يتاكدوا انه فيك مش ريال. وصلنا سؤال مهم، السؤال هذا انه رقم واحد، كيف تعرف قديش عمر الموقع؟ تمام. ورقم اثنين، كيف تعرف الاي بي تبع الايميل جاي من اي اي بي؟ ممتاز. في موقع اسمه whois.com، whois domain، whois بالضبط، بتحط اسم الدومين www. اسم الشركه، بيطلع لك الاونر في اي بلد ومتى كرييتد اول مره، تمام، فبيطلع لك اياها. لكن في ناس مرات بيخفوا هاي المعلومات، اوكي. مرات بكون في شركه توظيف بيحكي لك انا بدي اوديك على شركه الاتصالات الفلانيه مثلا، فالشركه موجوده هذيك، فمين بيصير هنا المشكله؟ في الامبلويمنت نفسه، هذا اللي هو شركه التوظيف نفسها هي بتكون فيها المشكله. وهون احنا لازم نرجع ل الفيزيكال ادرس تبعهم،
نتأكد إنه الاي بي ادرس. هلا الاي بي ادرس لازم تتعامل معهم بالإيميل، ما تتواصل معهم على السوشيال ميديا. هاي أنا كثير بحكي للناس تواصل معهم بإيميلات عشان تشوف الاي بي. هلا إذا كانوا محترفين أكيد حيستخدموا في بي إن، فبيبين إنه من بلد آخر، أو بيعطيك مثلا النون اي بي ادرس مثلا بيبين معك. هلا في والايميل لازم يكون ايميل شركه مش ايميل جيميل ولا طبعا اذا جاك من جيميل من هوت ميل من ياهو ما في سسبيشس في الموضوع، لازم يجيك من دومين. طبعا بس الدومين قديش حقه خالد؟ الدومين حقه $10 انت بتعرف طبعا، يعني بيطلع دومين وبيعمل منه اتش ار ات مش عارف ايش، وبيعمل منه مثلا سيلز ات كذا، وبيطلع منه اكاونتنت ات، فبصير يخاطبوه باكثر من جهه، انه والله قسم المحاسبه في الشركه الفلانيه بيحكي معك، لان احنا قسم الاتش ار بدنا الاوراق الفلانيه، فهو بحس انه الامور سيريس يعني. هلا الويب سايتات ترى هي عندهم تملت جاهز، هو بس بيحجز دومين وبركبه كامل بنسخ ونسخ، يعني بيعمل كبي بسموه كلونينج، احنا بنسميه كلونينج، يعني هو باخذ ايمج من الويب سايت بعدين بخلق دومين وبعمل له زي ريكفري او شو اسمه كبي بس على الهوست، وبيشتغل كامل، بيكون فيه وظائف وفيه لينكات في كل شيء. تمام، هلا احكي لنا ايش الخطوات. انا لو انا هلا وصلني عرض عمل ممتاز. ايش الخطوات لازم اعملها عشان اتحقق انه هذا العرض العمل مش عمليه نصب واحتيال؟ طيب احنا في عندنا تو بارتس في الموضوع، في بارت الوسيط وفي بارت اللي انا هروح عنده. تمام، بدي اتاكد من الاثنين انه الاثنين صح. هلا في الاغلب اللي هم تعاون الفيك جوبس هذول بيجيب وظائف حقيقيه موجوده، يعني انت لما تروح مثلا شركه النفط الفلانيه الاكس واي زي بتلاقي الوظيفه موجوده فعلا، شايف كيف؟ هلا ممكن انت تاخذ استب يعني هد وانك تخاطبهم، هل انتم الان بتقبلوا ناس على هاي الوظيفه عن طريق شركات توظيف او لا؟ تمام، الشركات التوظيف المعروفه فيها سكام جوبز جوا كمان، يعني في ناس حاطين سكام جوبز علشان انت تلاقيها في مثلا انديد واحد منهم مثلا او على لينكد ان او اي مكان، تلاقي اسم الوظيفه تخاطبهم، بتلاقي انت حابب تخاطب الوسيط وليس الشركه الرئيسيه، شايف كيف؟ فهم بيكونوا حاطين في مواقع زي انديد وهذول. هلا انديد والمواقع هاي المفروض يكون عندهم فلاتر بالاي اي تتاكد انه هاي الجوب حقيقي ولا. انا حقيقه اختبرت كثير من التولز ما في هاي. سؤال هلا اذا انا شفت في شاغر وظيفي بدي اقدم عليه، بتاكد انه هل هو من خلال وسيط ام من خلال الشركه الام؟ بالضبط. اذا كان من خلال وسيط ممكن اتواصل مع شركه الام واحكي لهم انتم ايش الشركات انتوا بتنزلوا شواغر من خلال شركات وسيطه ولا مباشره من خلالكم؟ ممكن اتواصل معهم. ايوه بالضبط. فهلا الشركات عاده هاي التوظيف ممكن لك لا التقديم مباشر عن طريقنا، فبتقدم عن طريقهم. تمام، هلا احتمال تلاقي هاي واحده من الكيسز اللي مرت علي انه الشركه نفسها اللي عندها الجوبز هي نفسها كلها فيك، يعني بسمي حاله شركه نفط وانا عندي هاي الوظائف، قدموا عندي يلا جيبوا السي في، شايف كيف؟ هون انت بدك تروح على الدومين تتاكد قديش عمره، واضح؟ يعني انا مثلا من الشغلات اللي اتاكدت منها انه دخلت على وزاره الاقتصاد الرقمي في احدى الدول عشان اتاكد من الشركه مسجله ولا لا، اكتشفت انه مو مسجله مع انه كاتب انه انا موقع في الشارع الفلاني في مكان فلان، لكن ما طلع على اسم، فهي كانت واحده من المؤشرات. تمام، هلا كل دوله وزاره الاقتصاد في عندها موقع تتاكد اذا الشركه موجوده ولا لا. تمام، شركه التوظيف الان بدك تتاكد انه عندها سوشيال ميديا صح وقديمه، تتاكد انه الناس الفولورز مش فيك، تتاكد انه عندها ارقام تليفونات ممكن تحكي معه تليفون. اذا ما عنده تليفون، ما عنده سوشيال ميديا، ما عنده، يعني بكون موست لايكلي نحكي انه مؤشر انه هذا فيك جوب، يعني واضح. فهذه من الشغلات اللي بسويها. هلا في شغلات متعلقه بال شو اسمه الانترفيو، في ناس كثير ما بتعمل انترفيو، بحكي لك انت كويس وما شاء الله عليك وكذا. طبعا كثير انا مرت علي حالات انه انا بدون انترفيو لان السي في تبعتي ريتش سي في فاخذوني على طول. قلت له والله ما عمري سمعت على حد بالمجال هيك، عادة الناس بيعمل مقابلات وش اسمه ممكن يشوفوك ولازم تفتح كاميرا معهم. انا مش عارف كيف اترجمها. If it's too good to be true يعني it's not، يعني اذا كان موضوع حلم، اذا كان الموضوع يعني كتير مره زين بدنا نشك فيه. اوكي ايوه تمام. ومرات بيكون too good to be fake، يعني انه يعني مش يعني انه مستحيل يكون فيك، يعني لانه ماشي بالبروسيس، قابلوني وعملوا انترفيو بس ما بيكون فيديو. هلا بعض الكيسز احيانا ممكن يبعثوا لك رابط على تطبيق تنزله على موبايلك عشان تنزله عشان الانترفيو. هاي صارت مع بعض البنات اللي مرت علي حاله منها، انه اجبروهم حكوا لهم احنا الانترفيو عن طريق تطبيق لازم تنزلوه على جهازكم. هذا التطبيق طلع زي اني ديسك اللي هو بيعمل كنترول على الجهاز خالد، ودخلوا على حساباتهم وسحبوا الداتا اللي فيها، وبعدين صار في ابتزاز الكتروني. لاحظ انه هاي شيء ثاني صار هنا، هنا البنات هذول نزلوا وصار في انترفيو بده يقابلوه، وفي واحد طلع قابلهم كان في دوله ثانيه هو،
بس البرنامج اللي نزلوه البنات ما بعرف ان هذا برنامج بيعمل فول كنترول على الموبايل زي اني ديسك وزي تيم فيور تعرفهم فيش للموبايل منهم، فهم نزلوه ودخلوا على الجهاز وسحبوا داتا منه، صار في بعديه عمليه ابتزاز الكتروني. هاي مشكله ثالثه اخرى تابع عمليه تبع. لذلك السنس انا بحكي اللي بيجي للناس انه بالاخير استشير واحد. انا بحكي لك ما تبخلون على حالكم تستشيروا. انا الاستشارات مشكله باخذ عليها مثلا فيز، كثير استشارات ما باخذ على فيز لانه بتكون بالنسبه لي يعني بعشر دقائق بعرف انها فيك، فاحكي له سيبك من الموضوع. بس لما تكون كثير في بروسس بتكون بروفيشنال، لا هون انا بدي اشيك على اي بي، اشيك على الايميلات وبدي اتاكد من كثير شغلات، بتاخذ مني وقت اكثر وبتكون فيها فيز بسيطه جدا. واحيانا برضو بنسامح الناس لانه انا بعرف ظروف الناس وايش اللي بمروا فيه، شايف كيف؟ فما تغامروا انكم تدفعوا فلوس لما تصير في دفعات ماليه حتى لو قليله، ترى ما تغامروا كمان انك تدفع فلوس برضو، لانه هو بالاخير زي ما حكيت لك. انا بحكي مثال خالد دائما، لو واحد اخذ منك 5 ليرات وهرب مش راح تبذل جهد كثير. لو سرق 1000 لا والله ممكن ترفع عليه قضيه وتلاحقه وتعمل 100 شغله، لو رجعت منهم 800 وراح منك 20 200 يعني اهون. بس الخمس ليرات، هلا في احصائيات عالميه بتتكلم ان لما يصير في علينا فرودنج باقل من 50 دولار موست لايكلي ما نتحرك. حتى في بعض الدول قانونيا تحت مبلغ معين ما بتقدر يعني تجري قانوني ولا كذا، ما بتفتح كيس فيها. بحكي لك انا اصلا لو بدي اخذ اجازه او كذا، فالهاكر قال لك خلاص احنا بنمشي مع القانون برضه، بنخفض بس بيصير عدد الضحايا اكثر، شايف كيف؟ حلو. اذا خلينا نرتب هلا باخر نقطه انه ايش الخطوات اللي لازم نعملها وكيف نزيد الوعي عندنا بالامور هذه وما نوقع ضحايا لهذا الموضوع. طيب اول شيء بدنا نشوف الشركه اللي انا بدي اروح عليها، لازم اكون اعرف اذا واحد اخفى عليك معلومه الشركه اللي حتروح عليها، حط عندك اكس واحده تمام. حلو. شوف كم اكس عندي، يعني انا بعمل ماتريكس بالاخير وبتشوف كم اكس عندي وكم صح عندي، ماشي؟ هل الوظيفه بتناسبك ولا لا، هل صار انترفيو ولا لا على سبيل المثال. الان الاي بي ادرس والامور هاي يمكن انت ما تقدر تطلعها، لكن ممكن تشوف واحد من الاي تي يعمل لك هذا الشيء اللي هو الهو از مثلا، تطلع الدومين على سبيل المثال. هلا الوسيط هذا اللي بعت لك الكوميونيكيشن مين بلش فيها مثلا، هل هم بلشوا معك بعثوا لك ولا انت اللي بعثت؟ هون بتفرق كثير معنا، شايف كيف؟ لانه الهاكرز بيعتمدوا على البلك ايميلز، بيبعثوا ايميلات كثير، فلما يوصلك ايميل لوظائف اعرف انه الموضوع في انه واضح. هاي برضه من الاكسات اللي انا اجمعها. واي واحد بيطلب منك فلوس طبعا مع الفلوس، اذا كانت البيمنت طريقتها غريبه يعني، شايف كيف؟ انا حتى بدون بيمنت ما يعني. في شركه بتطلب منك فلوس على اساس انك تقدم على وظيفه، ما في شركه طبعا. يعني هم خالد بيحكي لك بعد ما طلع لك الفيزا، طلع لك فيزا وهمية أو مزورة، ترى الفيزا مزورة موجودة كمان، طلع لك فيزا ومزورة الفيزا، شايف كيف؟ يعني هلا مثلا أي دولة من الدول لما يطلع لك فيزا ممكن يأخذ صورتها هو ودخلها على فوتوشوب وغير فيها بعض الشغلات. يعني أنا لقيت شهادات دكتوراه مزورة ولقيت شهادات فيزا مزورة، لأن بس يبعثوا لي يحكي لي هذه صح ولا لا. لما نكبرها بتعرف إحنا فينا أدوات لتتأكد إنه صار في يعني اي ادت على الصوره ببين معنى. نعم. كيف؟ ففي ناس محترفين على الفوتوشوب بغير لك كل شيء، بغير لك الشهاده بحطها باسمك او فيزا بحطها باسمك، فانت بتحكي هي وصلتني الفيزا. انا لو عندي العقد كان فرجيتك اياه هلا. النقطه اللي بحكي فيها اللي حكى عنها هلا اسامه انه الريكروترز صائدي المواهب بياخذوا فلوسهم من الشركه مش من الباحث عن عمل. صحيح. لما اي حدا يتواصل معي بيحكي لي انا جبت لك وظيفه بس بدي منك 10 دولارات ولا 20 دولار ولا 40 ولا 50 موست لايكلي فيك. يس موست لايكلي. هذا اكبر فلاج، يعني هذا اكبر نقطه حمراء انه اي نعم. هلا بعد الفلاجات بتلاقيها انت بالانترنت انه بتسال عن الشركه هاي. هلا طبعا هم بضلوا يغيروا اسمائهم تعرف، لانه خلص لما يصير عليه فلاج في اماكن معينه خلاص. انا في عندي مبادره انا شغال عليها مع الطلاب، عاملين ويب سايت للشغله هاي نجمع فيها الشغلات هاي كلها، الفلاجات اللي بتصير حتصير ريفرنس مكان واحد للشغلات اللي الفيك جوبز يعني، هاي نحطها بحيث انه الناس تصير عندها زي داتابيز يعني نجمعها، زي كيف الداتابيز تبع فيربيليتيز مثلا، داتابيز تبع الشغلات هاي بنعمل داتابيز للشغلات هاي حتى نساعد الناس كمان، انه شو اسمه نساعد الناس انهم ما يكونوا ضحايا. ايش اخر نصيحه للناس عشان هذا الموضوع؟ طيب اخر نصيحه انه تأنوا في قضيه التوظيف، وتأنوا في قضيه انكم تبعثوا اوراقكم بشكل كبير. خلي عندكم يعني استشاره لحدا خبير مثلا في هذا الموضوع، وما تستعجلوا. انا يعني الناس اللي بتستعجل بكون فيها، لكن برضو بعض التكنيكس موجوده انه ببطء مرات هو بيخليك انت اللي تستنى
ان بخليك انت اللي تستنى الرد، وبصير انت تبعت على نار وهو يحكي لك معلش استنى احنا في عندنا بروسيس لازم نمشي عليه، احنا في عندنا طلبات كثير. هذول الناس اللي بيكونوا شغالين على رواق يعني بيكون عنده 1000 ضحيه وشغال عليهم بتسلى عليهم وتسلي يعني كل 3-4 أيام ببعث له بس ايميل بحكي له بدنا الورقه الفلانيه، هاي الورقه مش واضحه لو سمحت صدقها. وانا صارت حقيقه ان في ناس مشيت معهم ومشوا ستيب باي ستيب، في ناس يا اخي بيمشي معك مرات انا بيجيني احساس انه يمكن حقيقيين عن جد والله، الاخير بكتشف انهم فيك برضه. واضح؟ فعمليه التأني ضروري جدا. واضح؟ ما تترك شغلك قبل ما تتاكد انك تواصلت مع الامبلوير نفسه اللي حيعينك وانه حصلت على الفيزا تبعتك وانك متاكد 100% انك انت خلاص يعني امورك تمام، بعد هيك يعني تحرك. اما انك تفقد وظيفتك مثلا من اولها، تشارك معلوماتك وتشارك السي في تبعتك وتشارك صوره الجواز وتدفع فلوس وانت لساتك في مراحل اولى، يعني حرام والله. 100%. طيب شكرا دكتور على هاي المعلومات الرائعه، ان شاء الله يكون يعني زدنا معلومه ولا تنتين للناس على اساس انه يزيد الوعي بهذا الموضوع، انه ما وحنا كلنا عرضه لهذا الموضوع، انه ما نصير ضحايا لهاي الاحتيالات والنصب. وراح يصير الناس يبعثوا بالتعليق بعض الاسئله بعد ما نسكر، فحنصير نجاوب عليها. اي سؤال بوصل عنا بالتعليقات بنجاوب عليها ان شاء الله. وحتشوفوا كمان حساب الدكتور عمران، اللي عنده أي سؤال بأي إشي تقني ولا سايبر سيكوريتي أمن سبراني ممكن يتواصل معه ويسأله. تمام؟ شكرا خالد. شكرا دكتور. السلام عليكم. نراكم على خير. مع السلامة. مع السلامة.